يمكننا نعتبره الآن هاد المحطة، محطة المنتدى الأول اللي رسخناها نحن، يعني ربما كإعلام رياضي، كجسم إعلام رياضي الذي نريده أن يتوحد وأن يكون في مستوى الحدث. هذه المحطة قلت على أنه محطة مهمة وربما مفصلية في تاريخ الصحافة الرياضية ببلادنا. علاش؟ لأنه لمجموعة من الأسباب. أولا أننا الآن أنا أعتبر أنه الصحافة الرياضية والتظاهرات الرياضية هي كطائر بجناحين. الجناح الأول الخاص بالبنية التحتية وأيضا بالمسؤولية على مستوى التنظيم هي موجودة وموجودة بامتياز. تتبقى الجناح الآخر اللي هو الدرع الإعلامي، يجب أن يكون في المستوى حتى أنه يطير الطائر بسلام ويصل إلى المحطات يعني وبارتياح. ما نجده الآن ويعني ما نسمعه وما نعينه، هناك يعني مجموعة من الأشياء التي لا تمت إلى الإعلام الرياضي بصلة، وبالتالي حان الوقت الآن إلى جمع الشتات، حان الوقت الآن إلى الدعوة إلى التكوين والتكوين المستمر. الآن دعوة من المعهد العالي للإعلام والاتصال بأن يكون هناك ماستر خاص بالصحفيين الرياضيين في أفقي استحقاق 2025 و2030. الآن ندعو باقي الجمعيات وباقي الفاعلين في الحقل الرياضي الإعلامي إلى التوحيد وإلى يعني الحث على التكوين والتكوين المستمر حتى نكون في مستوى التطلعات ونكون في مستوى الأحداث التي ستنظمها بلادنا.